وأن تناصحوا من والله الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرضى أمورا ويكره أمورا، وهذا فيه إثبات الصفات خلافا لكثير من أهل البدع والضلال الذين ينكرون ما أثبت الله عز وجل لنفسه، والذين هم بلسان حالهم يقولون لربهم تبارك وتقدس وتنزه: نحن أعلم بما يجب لك وما لا يجب، وما يجوز وما لا يجوز، إلى آخر. فيقولون: هذا يليق بك، جزاك الله، وهذا لا يليق بك، فيصفون الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه أو بما لم يصفه به الرسول صلى الله عليه وسلم. والواجب يا أخواننا إن المسلم يؤمن بما جاء في القرآن وما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات الله. فربنا سبحانه وتعالى يرضى ويكره، وكل ذلك بما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما بيحرف كلام ربنا سبحانه وتعالى، لأن الله ذم المحرفين لكلامه سبحانه وتعالى. وإذا رضي الله عن صفات فإنه يجب على المسلم أن يسارع في العمل بها، لأن المسلم حريص على ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيفعله، وحريص على ما يكره الله سبحانه وتعالى فيجتنبه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ودي يا أخواننا الغاية العظيمة، من أجل ربنا قوم السماوات والأرض وخلق الجن والإنس وخلق الجنة والنار، وربنا نزل الأرزاق وهيأ الدنيا كلها من أجل عبادته سبحانه وحده وعدم الإشراك به. وده يا أخواننا القرآن زي ما قال العلامة ابن القيم رحمه الله، قال: والقرآن كله توحيد، كله بعلم الناس العقيدة الصحيحة في الله سبحانه وتعالى. قال: فهو إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما نهي عن عبادة غير الله وأمر بعبادته وحده لا شريك له، فهو التوحيد الطلبي الإرادي، وإما أن يكون خبرا عن الأمم الماضين وكيف أرسل الله لهم الرسل وبماذا قابلوا الرسل وكيف نصر الله الرسل وكيف أهلك الله أعداءهم، فهو بيان لدعوة التوحيد وما حصل لمن دعا إلى التوحيد من الدعوة ومن المعارضة ومن النصرة. قال: وإما أن يكون أمرا بالعبادات كالصلاة والصيام وبيان أحكام الحيض والنفاس وأحكام الطهارة إلى آخر، قال: فهو من حقوق التوحيد. قال: وإما أن يكون خبرا عن الجنة والنار، فهو خبر عن جزاء من حقق التوحيد وأنه سوف يدخل الجنة، ومن لم يحقق التوحيد وأن مصيره إلى النار والعياذ بالله. ولذلك يا أخوانا القرآن ده كل توحيد. ما شاء الله المسجد فيه خلوة، في شباب ما شاء الله يدرسون القرآن وينشؤون عليه. فأعلم إنه أعظم حاجة في كلام ربنا ده التوحيد.
ربنا سبحانه وتعالى قال: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. وربنا سبحانه وتعالى قال: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالقرآن ده أخواننا بربينا على العقيدة الصحيحة، وإنه نقيم عبادة الله وحده لا شريك له. أنواع العبادات كلها تكون لله، ما لمخلوق ولو كان صالح، لأن يا أخواننا الصالح العبادة ما حقه. في كثير من الناس لما يسمع التوحيد بهج، وقبل ما يعرف الموضوع شنو بفوت بالراحة. العبادة دي حقت منه؟ حقت ربنا. لو شلت حق واحد وديته لواحد تاني، ده ظلم ولا ما ظلم؟ ظلم. يبقى يا أخواننا الزول اللي بيشيل حق مخلوق يدي لي مخلوق، ده ظلم. اللي بيشيل حق رب العالمين يدي لي مخلوق، كيف؟ هذا من أظلم الظلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. واستدل بهذه الآية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الظلم المراد في هذه الآية هو الشرك. والشرك كما قال علماؤنا هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهو في اللغة من الخلط والجزء والنصيب والضم، ده شرك. لأنه يقول لك النازل عندهم السندي، سندي القروش ما في، فأي واحد من الشركاء بيشيل أو بيشيل جزء من قروش وجزء ويخلطوهن مع بعض ويضموهن ويخشوا الشركة حقتهم، وبعد ما تنتهي الشراكة أي زول بيشيل النصيب حقه، هذا هو الشرك. طيب العبادة حقت منه؟ حقت ربنا سبحانه وتعالى. فإذا عبد الإنسان ربه 1000 سنة فهو عابد لله، فإذا صرف شيئا من العبادة للمخلوق وقع في الشرك بالله. وصور كثيرة يدعو له ميت: يا شيخي البريدك مد لي إيدك، أو يا أبو العباس أحمد التجاني، أو يا فلان، أو لو قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام مكانته عظيمة ومحفوظة وعالية، ومع ذلك إذا دعاه العبد وقع في الكفر والشرك. لأنه الموضوع ما إنه صالح ولا ما صالح، أو حجر أو مخلوق أو حي. الموضوع إن أخواننا الإنسان صرف العبادة للمخلوق ما للخالق. والمخلوق مهما كان صالحا فإن العبادة ليست من حقه. عشان كده ربنا عز وجل بيقول يوم القيامة: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين. والمألوه كما قال العلماء هو المعبود محبة وتعظيما، يعني القلب ده معلق بالمألوه. ربنا قال لعيسى عليه السلام: انت قلت للناس اعبدوني واتخذوني إله مع الله، قال سبحانك. وليه قال سبحانك؟ التي معناها تنزيهك، لأن الشرك فيه النقص وفيه المسبة وفيه تسوية الخالق بالمخلوق. عشان كده المشرك مشبه، لأنه شبه ربنا الكامل العظيم الخالق الرازق، زي ما قال إبراهيم عليه السلام: قال الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني. القرطبي قال الضمير هو ده، أجى في البداية يفيد الحصر والاختصاص، يعني تاني خالق أو معبود غيره
بيرزقني ما في. وإذا مرضت فهو يشفين. ناس مساكين اركب العربية حقته يقول لك ماشيين لمسيد الصابونابي أو مسيد فلان، يقول لك والله نحن الزول ده ودينا الدكاترة قالوا مرضوا ده ما مرض دكاترة، نمشي نشوف الشيخ ده برنامجه كيف. والشيخ هو ذاته ربنا ابتلاه بمرض، لما عمل له جواز وتأشيرة وحجزوا له في الطيارة قدام لأنه ما بيقدر يقعد، ونزلوا جناح خاص ودوا الحقن والدريبات والفحوصات وجابوا له شوال بتاع أدوية، والمسكين مشى المسيد ودوا بخرات ومحايات ودوا حجبات وغشوه قالوا لي امش ده اذا ما ادوا تراب، يقول لك طينه ود فلان تشفي من السعر وتراب القبه الفلانيه بيسوي كيت وكيت. ده كل اخواننا من الوثنيه ومن الشرك بالله ومنافي للرجاله. زول يا اخي ادوه بخره راجل بشنب يجيبوا له منقد ويدع له نار ويجيبوا له شمله يغطوا بها، راجل يقعد يتدخن يا اخواننا رجاله بتجي رجاله ساكت. خليك من الدين والتوحيد. الزول اذا ربنا ابتلاه بسحر او عين او مرض يحتاج الى القراءه، افضل حاجه واعظم حاجه واسرع حاجه في الشفاء تقرا لروحك براك. امسك المصحف براك واقرا سوره الفاتحه كررها، اقرا سوره البقره. النبي عليه الصلاه والسلام قال سوره البقره لا تستطيعها البطله. يتحصن بالأذكار الشرعية أكثر من الدعاء. شكذا النبي عليه الصلاة والسلام قال يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. شكذا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب، حديث إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها. قال وفي أولها قال آمركم ألا تشركوا بالله، قال ومثل من يشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا فقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأدي إلي، فجعل يعمل ويؤدي إلى غير سيده، قال أيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. عندك حواشة جبت ناس أجرتهم عديل، بعد ما زرعته وكده قلت لهم اقطعوا السمسم ده وخدته هناك، بعد تحتوا خدته في الشوالات وجيبوا لي في البيت بتعرفوا البيت وحقكم قاعد، بعد ما حتوا مشوا ودوا لي أخوك ما بترضى. العبادة حقت ربنا، المخلوق يخلي ربنا سبحانه وتعالى الخالق ويمشي لديها لبشر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما رد على النصارى ربنا عز وجل قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. ربنا سبحانه وتعالى قال عيسى ابن مريم رسول ما كذاب كما قالت اليهود، وأمه صديقة وليست بزانية كما قال اليهود، والأيام دي أيام عياد النصارى. لكن ربنا قال للنصارى هو عبد ومخلوق يأكل الطعام، والبيأكل الطعام محتاج لغيره، والبيأكل الطعام محتاج يمشي الحمام. فكيف يا أخواننا أنت تتذلل لمخلوق بطنه ملئت بالعفن وترجو منه ما لا يرجى إلا من الله سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى وأنه الغني الحميد، والحمد لله على ما أنعم على العباد
من النعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، وسلام على عباده الذين اصطفى، فإنهم لم يصفوا الخالق ولم ينسبوا إليه الشرك والكفر والبدع والضلال. فربنا سلم المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولذلك ربنا قال الله خير أما يشركون. الخالق اللي بيخليه واحد من اثنين، إنما إما أن يكون معتقدا أن الله سبحانه وتعالى فقير ما عنده عشان كده ما بيسأل الله وبيمشي للمخلوق، أو بيعتقد إنه ربنا عنده لكن ربنا بخيل ما بيديه عشان كده ما بيمشي لي الله بيمشي للمخلوق. وإلا السؤال لماذا لا ترفع الحوائج إلى الله وحده؟ فإذا كنت تعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الذي لا حد لغناه وهو الكريم سبحانه وتعالى، يا أخي إبراهيم عليه السلام لما قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني قال سأل ربنا إنه أهل الحرم ديل المؤمنين ربنا يرزقهم، ربنا قال ومن كفر الكافر برضو بدي. شوف ربنا ده كريم كيف ربنا يديهم في النعم ويحسن ليهم وهم بيشكروا في غيره ويعبدوا في غيره يصرف العبادة لغيره. ربنا اداه القوة، ربنا اداه الصحة والعافية، لما يقوم فوق ينده مخلوق يا فلان. والله الكلام ده لو عملوا مع مخلوق أقل حاجة إنه ينبذوا قدام الناس، كيف يعملوا مع الخالق سبحانه وتعالى؟ عشان كده قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأي زول يا أخواننا داري يقابل ربنا لابد أول حاجة يبني على أساس متين، توحيد نظيف ما فيه أي رجفة ولا خوف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى، وما فيه تعلق زي ما قال ابن القيم في كتاب الجواب الكافي، قال وأصل الشرك من التعلق بغير الله، متعلق بغير الله. شكده ومن ذلك ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلنتقش إلى آخر الحديث. فده ذول قلبه تعلق بالدنيا دينار وقروش، وده ممكن يخليه يسكت عن الحق. ولذلك يا أخواننا ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله جنو بقلب سليم. العلماء قالوا قلب سليم من شبهة تؤدي إلى شرك أو شهوة تقود إلى محرم. قال وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وده يا أخواننا بيكون بالالتزام والاستقامة على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الناس لو دارت تتوحد الأمة، لأنه الليلة في جماعات رفعت شعارات نوحد الأمة أخوان مسلمين وغيرهم، ولكن لابد نوحد الأمة، والشعار ده ما كعب، لكن السؤال توحد الأمة كيف؟ لابد توحد الأمة على الحق ما على الباطل. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء وصعد على جبل الصفا ونادى في قريش أول حاجة دعاهم لا التوحيد، وشاكلوا عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة، لكن ماذا كانت العاقبة بعد يعني كم وعشرين سنة بعد لما جاء سنة 8 فتح مكة؟ العاقبة كان شنو؟ إنه الناس كلهم يتوحدوا. ليه أخواننا؟ لأن العقيدة هي التي توحد الناس. الناس ما بوحدهم يا أخواننا باجتماع وملتقى الناس يجيوا بلح ومعاه ترمس وفول حجات يقول لك نا دارين نلم أهل القبلة، ما بيتلموا، لأنه في واحد بيدعو الله براه ما بيرضى إنه مع الله يكون معه شريك.
وفي واحد في شيخه ده مستعد يموت ما ممكن يجتمع معاك، وفي واحد عنده مآرب سياسية، وفي واحد عنده مآرب حزبية إلى آخر. فالبوحد الأمة التوحيد. ربنا قال واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم شنو أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم شنو لعلكم تهتدون. عشان كده ربنا حذرنا من السبب اللي بيخلينا شنو نتفرق. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فالشاهد الأمة دي أخواننا فرقت البدع. اليهود والنصارى لما جاءوا للصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لقوا الناس إيمانهم تمام وخوتهم تمام وكذا، قالوا الناس ديل بالسلاح ما بنقدر عليهم لكن ندخل فيهم الفرق. فجابوا أفكار الشيعة وجابوا أفكار الخوارج ثم تفرقت الأمة. لو مشيت شفت المكتبة الإسلامية دي والله حاجات تشيب الرأس. أمسك الخوارج بس، الخوارج ناس كفروا الصحابة. الصحابة ديل ربنا زكى بواطنهم، قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم شنو يا أخواننا فتحا قريبا. ربنا سبحانه وتعالى زكى بواطن الصحابة. ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان مالهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. وربنا قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. جو الخوارج ديل كفروهم ليه يا أخواننا؟ لأنهم جابوا فهم جديد للكتاب والسنة برؤوسهم السقيمة وأفهامهم الباطلة. وربنا قال لك فهم الكتاب والسنة ديل بفهم الصحابة، ومن يشاقق الرسول سوي له درب تاني في فهم الكتاب والسنة على غير فهم الصحابة ويتبع غير سبيل المؤمنين. القيد ده مهم. المؤمنين اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم منه من الصحابة. ربنا قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. ودائر تعرف ضلال الإنسان بتلقاه بيفهم الكتاب والسنة براسه. جو قالوا لابن عباس أو مشى لهم ابن عباس رضي الله عنهما في معسكرهم عشان يناظرهم ويتوبوا ويرجعوا. المهم قصة طويلة لكن الشاهد قاموا قالوا له إن الحكم إلا لله. والآية دي صحيحة لكن ما معنى إنه الصحابة كفار، لكن الخارجي ما بليد ما بيفهم كلام الله ولا استفاد حاجة من الدين، عرفته؟ قام ابن عباس قال لهم انتوا قلتوا كفرتوا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم بسبب تحكيم الرجال. قال لهم ربنا في القرآن حكم الرجال. قالوا له وين؟ قال لهم ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا أها اعمى شنو فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى نفرين عدل منكم. هنا حكم الرجال ولا ما حكموا؟ وقام تلا لهم الآية الثانية في الإصلاح بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهم. قال لهم أتحكيم أمير المؤمنين في أمر الأمة أولى أم في دم أرنب وفرج امرأة؟ هل أولى ياتو إنه يعصم دماء الأمة دي ما تتفرق، ولا الأولى إنه نحكم الرجال في موضوع بتاع مرة أو موضوع بتاع أرنب كتلا في مكة؟ أخرجتم من هذه؟ قالوا خرجنا. من في النهاية رجع منهم ألفان والبقية الباقون. الشاهد إنه ده سببه يا أخواننا الشغل بتاع التكفير. والبلد دي لا في فيها واحد اسمه جابر كلمك النصيحة، ده زول تكفيري من الدرجة الأولى. ده الجماعة اللي قاعدين تحته بكفرهم والله.
قال لهم طبعا قال كان كلامه كده قال. قال زمان كان في ناس أنصار مهدي وبعد ذاك بيقوا أنصار سنة. قال ما في حاجة يسمى مسلم وأنه مسلم تو كلامه كده. قال أنت كنت مشرك أنصار مهدي بعد ذاك بقيت مشرك أنصار سنة. والله الزول ده قاعد في مبروك هنا وزول مجرم ومنحرف وضال عرفته جاء من أبو قوتة هناك ومشى وين ومشى وين ويكذب على المسلمين. لما يعرف في ناس دارين يجي يردوا عليه يقفل تلفونه ويفوت. أنا ما أعرف الزول ده زول داعية إلى الله ولا شغال في سوق المواسير عرفته يلعب بالدين ويحرف كلام ربنا سبحانه وتعالى. فده زول الناس تحذروا وده السبب اللي بيفرق الأمة. بعد شيء ذاك يربي له جماعة من المجرمين واحد يقتل أمه واحد يضبح أبوه. يا أخي واحد 27 رمضان 2017 ده خش الحرم النبوي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الخوارج ده العجيبين كيف جاء خاشي وقت الإفطار لقى العساكر قاعدين دارين يفطروا والأذان قرب مشى خشي جوا ما لقى له طريقة يفجر. جاء راجع العساكر قال له تعالوا كل معنا عليك الله أخوانا. شوف الزول ده مروة ساي ما عنده. قام بدأ بالعساكر ديل ذاته مفجر روحه وعوق من عوق وقتل من قتل. السبب شنو؟ السبب الابتداع في الدين والفرق الكثيرة الموجودة يا أخواننا في الأمة. واحد يقتل أمه برضو جايبينه سعودية يضبح أمه ويكتل أخواته شغل عجيب. سببه شنو؟ سببه إنه دار يفهم القرآن ده بنفسه برا وبيروح ويجيب بدعة في الدين إلى آخر. ولذلك يا أخواننا الأمة الواجب عليها أن تعتصم بحبل الله جميعا وأن لا تتفرق وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وده يا أخواننا واجب من الواجبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. لكن نصيحة الحكام ما زي نصيحة يا أخواننا عامة الناس. يفرق زول دعا لبدعة وضلالة ده بينصحوه بطريقة معينة. زول حاكم بينصحوه بطريقة معينة. زول من عامة الناس بينصحوه بطريقة معينة. زول داعية إلى بدعة وضلالة ده بينصحوه بطريقة معينة. فيفرق. فطريقة نصيحة الحاكم الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام قال وصححه الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علاني. يعني لو دار تنصح الحاكم ما تقول له في المنبر ده حرام مبجوز. ولا ده من طريقة السلف ده بل من طريقة الخوارج. قال ولكن ليخلو به وليأخذ بيده فيما بينه وبينه فإن قبل منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. لأن يا أخواننا الكلام بجر الشرور على الأمة انقلابات ومصائب. تلقى الناس اللي عملوا انقلاب وجاتوا الشغلة تعالوا يا ناس انتوا ليه مركتوا؟ يقول لك لأنه الزول ده ظلم. طيب انت لما انتجي حتكون معصوم ولا حتظلم؟ يقول لك طبعا أنا ما معصوم حاظلم. طيب لما تظلم نعمة شنو؟ يقول لك امرقوا علي. طيب نحن مرقنا عليك وظلمنا الزول الشافنا ظلمنا يعمل شنو؟ يقول لك يمرق عليك. وهكذا تكون الأمة في فتن وفي مشاكل وفي شرور إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. جزاك الله خير الله ما قصرت. ولذلك يا أخواننا النبي عليه الصلاة والسلام قال لك تناصح الحاكم. الإسلام ما قال لك ما تناصحوا وتقروا على الغلط لكن بالطريقة التي تصلح ولا تفسد. كذلك قال ويكره لكم قيل وقال. والعلماء ذكروا معاني كثيرة في هذه الكلمة. معنى قيل وقال من معناها يعني النقل نقل الكلام بين الناس أو الكلام بغير فائدة. وكثرة السؤال الزول يسأل وهو ما محتاج يسأل الناس. وقيل كثرة السؤال هو التعمق والتكلف فيما لم يقع. يقول لك طيب لو حصل كده وهو ما وقع. وكان السلف يكرهون ذلك كما كان ذلك من حال ابن عمر وغيرهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإضاعة المال. وإضاعة المال ده عنده شغلة كثيرة. سجائر ده إضاعة مال ده أقل حاجة. تنباك
شيشة كورة زول ينزل له رصيد احضر به باطل منكر أفلام خبيثة يمشي يحتفل مع النصارى يدفع قروش يمشي يروس في محل ده كل أخواننا من إضاعة شنو المال. ومن أسوأ أنواع إضاعة المال إنك تمشي تدفع في حولية يقول لها طبعا ده كله باطل والغنى والنقاطة يجيب واحدة فنانة من آخر الدنيا يقول لك والله البلد دي حالتها صعبة يا أخي يجيبوا مسكين لله يا محسنين أقول لك ده أنا عارفه زول كذاب ساي يا أخي مالك ومال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل قال اليوم حتصدق اتصدق على غني ويتصدق على زانية ويتصدق على سارق فالناس بيقوا يقولوا كيف الزول ده يصدق على غني وعلى زانية وعلى سارق فقيل عسى الغني أن يرق قلبه فيتصدق والزانية أن تعف نفسها والسارق أن يترك السرق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تعمل الخير عرفته لكن ده ما بيعمله نقاطة واحدة تافهة وسفيهة عرفته وبتعمل في عمائل ما بتشبهنا جماعة يجيبوا لك القروش بالشوالات ينقطوا لا مش يسيمه نقاطه ولا يسيمه جنون نقطة مش ينقطوا يا زول ما تنقط في المساكين المساكين كبلوا ينقط يقول لك فده من إضاعة المال زول تاني يمشي يقوم بها بدع وضلالات وهذا المال سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة والحديث يا أخواننا فيه فوائد عظيمة الإنسان المتأمل فيها يعني يجد فيها الموعظة والهداية والرشاد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والسداد جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام جزاك الله خير الشيخ ده من قبل حضر المحاضرة وقال لي أبو حنفي القصة دي إنه يا أخواننا في بيت سودانية مرقت من الخرطوم هنا وقالت إنه حسب كلامه يعني ملخص كلامه إنه هي ما لاقي راحتها هنا فقامت هربت عشان تعرس واحد برا السودان والأسوأ والأمر إنه قالت ده بيجوز في الدين وقالت ده على مذهب إمام جديد لنج اخترعوه أول مبارح اسمه أبو حنفي جديد لنج ما لقانا أبدا عرفته دار تجوز الزنا بتاعه ده لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وربنا في القرآن أشار إلى مسألة الولي في الزواج ربنا عز وجل قال للرجال ولا تنكحوا المشركات الفعل أسند لهم هم ولا تنكحوا أنتم حتى يؤمن لكن لما جاء لتزويج المسلمات قال ولا تنكحوا ما قال ولا تنكحن أنفسكن للمشركين قال لا قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا فأسند الفعل لمنه للرجال لأن المرأة لا تزوج نفسها وإنما الزانية هي التي تزوج نفسها عرفتها فهذه تمثيلية أخواننا وقبل كده عملها في كم دولة من دول العالم الإسلامي وبركزوا طوالي على العالم الإسلامي يقول لك يا أخي المسلمين دول ناس مضطهدين وناس وده أخواننا فيه البيت لو بتفهم ده فيه حفظ حقوقه أول حاجة الزواج فيه معرفة بين القبائل ديل بيجوا بعمامهم وديل بعمامهم وديل القبيلة وديل القبيلة والناس بتتعارف وديناكم وكده ربنا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شنو شعوبا وقبائل لتعارف إنا أكرمكم عند الله أتقاكم بعد ذاك لما تجيب ولد بيكون أبوه معروف وبيكون واجب على الأبو إنه يصرف على المرأة دي ما تأكل هي من ضراعة لابد الراجل ده اللي يمشي يشتغل ويكود ويتعب ويجي أكل المرأة ويعفها عن سؤال الناس ولابد يأكل أولاده ويربيهم ويديهم تربية تمام بل التربية بتبدأ من اختيار الأم اختار الأم عرفتها دي المجاسفين ناساكت بعد ذاك
الولد لما يجي ينفق على الأم لحد ما تضع الحمل، والولد ذاته يعملوا له سماية ويعزموا الناس لأنه بالحلال، والولد يدو اسم سمح ويكبر ويعلم القرآن ويربو تربية سمحة ويأخذ حظه من حنان الوالدين ومن تربيتهما فينشأ نشأة سوية. لكن يتخيل ود البد يعرف لقدام القصة إنه أمه شردت من أبوها وشافت لها واحد ومشت انجدعت معه، دبي بينشأ كيف الولد ده؟ دي نشأته بتكون سوية؟ ولذلك يا أخواننا دي كلها أساليب بتاعت علمانين، وكل مرة بيضربوا في الموضوع ده دارين يفككوا ويفتتوا الأسرة المسلمة في تلقى حاطة ديل دارين يقحطوها علينا. اضربوا في الأسرة المسلمة عشان تبقى الأسرة المسلمة أسرة هشة، تجي بنتك زي أوروبا تجي مع واحد زول أجنبي، مش أجنبي معناه أمريكي، أجنبي معناه بيجوز للزواج منا يعني ده في الشرع، تجي معاه داخل البيت انت تسأله طوال الدوك ثلاثة تزعل انت أبوها ذات ألو والله بابا ده أنا جا معايا البوي فريند بتاعي وقاعد يعمل لنا حركات، يسوقوك انت يمرسوك في ظهرك يجلدوك جلدة تمام عرفته ويجيبوك راجع، بعد شوية لما تجي تجيب الثاني ده خلاص موضوع انت، لما تجيب الثاني تقول لك يا بابا بالله ما تكتر السكر في العصير، تدق لهم الباب وتجيبه لهم، ده العفن والوسخ والسفالة الدارين يوصلوها لنا العلمانين، يبقى مجتمعنا منتهي، لا في زول عارف أبوه لا في أم لا في كذا، عشان كده عندهم دار العجزة والمسنين، عيد الأم، عيد الطفل، عيد كده، لأنهم فاقدين حنان، والله جد، والله فاقدين حنان، بلد ما فرتق كلها، بلد لا فيها راعي، لا فيها تالي، لا فيها والي، لا في إنسان مسؤول، البيت حصلت 18 تمشي تشتغل، تشتغل دائرة، تأكل بفرجها، تسوي أي حاجة، ده أخواننا الشغل الماشي الآن، ولذلك أخواننا الناس يرجعوا للقيم. والكلام ده ما بحاربه بالعضلات والرجال وكذا، بحاربه بالعلم الصحيح، وإنه الشغل بتاع الفرق والبدع والضلالات برضو كمان ما بالهواجة بتاعت التكفيرين، يجي يقول القلاو ثلاثة كفار عيونهم خضر يفجرهم يفرتقهم كلهم أي واحد يخلي عينه في اتجاه، لا ما الدين يا زول، الدين بالتعليم، ودير السبب اللي خلوا العلمانين يسلطوا علينا الأخوان المسلمين وغيرهم عرفتها شريعة سريعة ولا نموت الإسلام قبل القوت وغيره، وخلوا الدعوة للدين الصحيح والعقيدة الصحيحة. ولذلك أخواننا الناس لو دار ربنا يرفعهم ويحاربوا المشاكل دي، والزول يعمل يرفع المسؤولية عنه من رقبته يربي أولاده على العقيدة الصحيحة على الخوف من الله. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إلى أن قال يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، ولدك دو أو بيتك دي لو سافروا لحاجة بيقوا بعيدين منك بيتذكروا الآيات دي، لو داري يعمل له مصيبة بيتذكر الآيات دي، يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل مراقبة لله فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. دي التربية الصحيحة، تربيهم على الخوف من الله. لكن التربية الفاشلة دي تلقاهم في الجامعات شفناه، يمرقوا من الجامعة من الزنا ويكون داير له واحدة تانية يمشي للفكي يكتب له حجاب محبة عشان يجيب له واحدة تانية، ده الدين في السودان للأسف الشديد. ولذلك أخواننا الدعاة لله لابد يكونوا صريحين ويبينوا للناس الحق. وعائشة رضي الله عنها أرسلت إلى معاوية رضي الله عنهم أجمعين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتغى رضا الله في سخط الناس، قال داري رضي الله وقال كلام عارف إنه الناس ما كثير من الناس ما بيقبلوا وحار عليهم، لكن ده الحق، العاقبة حقه شنو؟ من ابتغى رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن ابتغى رضا الناس دار رضي الناس في سخط الله ولو كان الله بيسخط عليه. ربنا قال سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ أولادنا وأهلنا وأنفسنا وبلادنا، نسأل الله يفرج عن المسلمين أجمعين.
بارك الله فيكم على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.